إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، سوف أتحدث معكم في هذا اليوم المبارك حول شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، ألا وهي الأذان. ما فضل الأذان؟ ما استمعنا إليه قبل قليل من أذان، هل نردد وهل نقول ما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم به؟ إليكم بعض الفضائل وبعض الفوائد من ترديد الأذان أو إقامة الأذان والإقامة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أولا، إذا الفضل الأول من فضائل الأذان الاستهام على الأذان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. رواه البخاري ومسلم. معنى هذا الحديث العظيم أن هناك فضل عظيم للنداء الأذان والصف الأول. There is a great reward, a great فضل for the call for prayer or call to prayer, as the Prophet صلى الله عليه وسلم told us that if the people, the Muslims, knew the fadl and the ajr of making the adhan, they will make istiham, like qur'ah. Who is going to do it? Let's make qur'ah. Let's compete. There is a competition, munafasa. Who is going to make the adhan? So they will fight each other. Who will make the adhan? And look at some of us. بعض منا يزهد ولا يفكر في الأذان، حتى في بيته، حتى مع أبنائه وأحبابه، عندما يجتمعون البعض قد لا يهتم. Some of us, even when at home with their families, don't pay attention to adhan. So the Rasulullah صلى الله عليه وسلم told us about the great reward, a great deal of reward for calling to prayer. المناداة للصلاة. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. So if there is no way just to make, to lot, to say, okay, we make قرعة. Let's see who is going to, they will do it. رواه البخاري ومسلم. ثانيا، فضل آخر، another virtue of adhan. Most of us sometimes don't pay attention to it. سبحان الله، أجر يسير ويزهد البعض فيه. ثانيا، المؤذنون، listen to this hadith. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، يقول: المؤذنون
أطول الناس أعناقا يوم القيامة. So on behalf of Muawiyah, who narrated this hadith, he says, I heard the Rasulullah صلى الله عليه وسلم, the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, saying, المؤذنون, the callers to prayer, are among the longest necks on the day of resurrection. On the day of judgment, يوم القيامة, they will have long necks. It shows their high status. It shows their high status. Those who make adhan, they have a very high status on that day of يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. Reported by Muslim. It's a hadith صحيح. ثالثا, الشيطان يفر من الأذان. الشيطان يفر من الأذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم, إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان. رواه البخاري. So the شيطان, when Iqama is called, the prayer is called, it's called for a prayer, the شيطان will run away. Subhanallah. So when you are at home, everywhere you go to the park outside there, gently and nicely, you can say the adhan. So even the shaitan will run away from you. Allahu Akbar. Rabi'an, al-jinn wal-ins wa kullu shay yashhadu lil-mu'adhdhin. Allahu Akbar. Jinns, ins, humans, كل شيء, everything will witness, will testify that he heard you making adhan. Allahu Akbar. يشهد لك بذلك. هذا فضل عظيم للأذان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم, لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. That every jinns, humans, any object listening to your adhan, it will come on the day of judgment, يوم القيامة, the day of resurrection, testifying and witnessing that you were doing adhan. الله أكبر. خامسا, النبي صلى الله عليه وسلم, صلوا على النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمؤذن بالمغفرة. The Prophet صلى الله عليه وسلم makes dua. He makes dua for the مؤذن. الله أكبر. The Prophet himself makes dua for the مؤذن. The hadith says here, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن, اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه الأرنؤوط. The meaning of this, that the Imam is like guarantor, to guarantee the Salah. Our مؤذن is trustworthy, and you know, we put trust in him, because in terms of time, not to call before time, مؤتمن, it's amana, it's a trust. اللهم أرشد الأئمة, may Allah guide the imams, واغفر للمؤذنين, and may Allah forgive the مؤذنس, the callers to prayer. سادسا, يوفر للمؤذن مدى صوته. عن أبي هريرة قال, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, صلوا على النبي, اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد, يقول, المؤذن يوفر له مدى صوته ويستغفر ويستغفر له كل رطب ويابس. الله أكبر. الله أكبر. رسول صلى الله عليه وسلم says, المؤذن يغفر له,
he will be forgiven. The caller to prayer, he will be giving, he will be forgiven to the extent of the sound or the voice that you reach. Allahu Akbar. ويستغفر له ويستغفر له ويستغفر له كل رطب ويابس. And they will make istighfar for him every wet and dry thing. رطب أو يابس. سابعا للمؤذن. Listen to this beautiful فضل, this beautiful virtue. الله أكبر. للمؤذن أجر من صلى معه. Those who pray with him, he will get similar أجر. الله أكبر. عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مدى صوته وأجره مثل أجر من صلى معه. So the مؤذن, the one who makes or gives the adhan, he will be forgiven to the extent of the sound or the voice that he can reach. And subhanAllah, he will get the ajr of those or similar to those who prayed with him. What a great ajr, ya Allah, ya lahu min fadl azim wa ajr kabir. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم, اللهم صل وسلم عليه, وهذا تذكير سريع إخوتي وأخواتي, my brothers and sisters, even the children, let's remember what we should say when we hear the adhan. So when we hear the adhan, or after finishing the adhan, we say what? Allahumma man qala, let me say the hadith in Arabic and then I give the translation inshallah. Man qala hina yasma' an-nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah at-tammah was-salat al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wab'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, halat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah. So whoever says this dua, اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته, Allah will give him the شفاعة. Allah will give you شفاعة. Intercession will be yours by Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. الشفيع, رسول الله هو الشفيع. He is the one who gives a شفاعة. So those who after the adhan would say, اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته, you will get شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. Don't you like to have the شفاعة؟ ألا تحب شفاعة النبي لك؟ كلمات يسيرة, few words, كلمات قليلة. Let's teach ourselves, our spouses, our beloved one, our children, let's teach them. Oh my son Abdullah Muhammad, please stand up, make the adhan at home. They make the adhan, and when they finish, you say, okay, say the dua. What is the dua? Let's teach our children. The early they learn, the last it will stay with them, inshallah. So let's teach them and encourage them to make the adhan. Okay, my son, mashallah, Ahmed, Muhammad, Khalid, Yasser, can make the adhan for Fajr. So you get together, you pray jama'ah together, Allahu Akbar. What a great family. What a spiritual environment that you have, mashallah. بيئة روحانية توفرها لأبنائك وعائلتك. إذن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تنال شفاعته, if you like to have his شفاعة, his intercession,
say that after the Adhan. Let me conclude this khutbah with this beautiful hadith. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن, when you hear the مؤذن making the adhan, فقولوا say مثل ما يقول, say similar, مثل like what he says, ثم صلوا عليه, صلوا say صلى الله عليه وسلم, فإنه من صلى علي صلاة واحدة, فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عليه بها عشرة. So if you say صلى الله عليه وسلم, Allah will give you 10 times and Allah will multiply to 700 times إن شاء الله. فإنها يقول صلى الله عليه وسلم ثم سلوا الله لي الوسيلة, ask Allah to grant me al-wasila, which is a great status in paradise. Al-wasila, a great level in paradise. فاسألوا ثم سألوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. سأل لي, إذن سألوا, فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. Whoever asks الوسيلة for the صلى الله عليه وسلم, Allah will give him الشفاعة. اللهم اشفع لنا يا رسول الله, اللهم اشفع لنا, اللهم اغفر لنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله, استغفر الله, استغفر الله, استغفر الله. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نتحدث أحبتي في الله عن شعيرة عظيمة, شعيرة النداء للصلاة الأذان, فحري بنا أن نقيم هذه الشعيرة وأن نهتم بها في بيوتنا, في أماكن أينما نذهب للصلاة. حري بنا لكسب الأجر أن نؤذن ونقيم لنيل الأجر العظيم. وهذا هدي آخر, وهذا هدي نبوي عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم, قال الرسول صلى الله عليه وسلم, من قال حين يسمع النداء, من قال حين يسمع المؤذن, من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله, رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا, غفر له ذنبه, غفر له ذنبه. So when you hear the adhan, after the finish of the adhan, you say what? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا, وفي رواية أخرى another narration, رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا, رواه مسلم. So when you say this dua, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله, رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا, غفر له ذنبه. Allah will forgive you your sins. Allahu Akbar. Very short statements, two lines. Subhanallah. This shows us, هذا يرينا عظمة الإسلام, جمال الإسلام في هذا اليسر وهذه السهولة في كسب الحسنات. في الإسلام ليس هناك داعي إلى مخلص أو إلى دماء, إنما استغفار وتوبة.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. So in Islam, this shows us the beauty that we have in Islam. Very simple words. It is the way to have forgiveness. There is no need for crucifixion or blood to be shed. Just استغفر الله. Say, Ya Allah, Ya Allah, أستغفرك وأتوب إليك. وأخيرا يخبرنا عمر عمر رضي الله عنه كيف نردد الأذان. روى مسلم عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة ماذا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. So you don't repeat this part. You don't repeat حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. You don't repeat it. You say لا حول ولا قوة إلا بالله. This is the hadith, authentic hadith by Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. So ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله. Whoever says this from his heart, he will enter paradise. He will enter Jannah. So if you say this sincerely, تدخل الجنة. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا وولاة أمر المسلمين لكل خير. اللهم وفقنا وإياهم لكل خير. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم اغفر لأمواتنا. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم يا الله protect all Muslims everywhere يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلِّ وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة.